كل مشتركة كان عندها توقعات مختلفة، والفرق واضح في التغيير. أنا مبسوطة جداً إنه أول ما شفت نظرتها كده في المراية وإنه أول مرة تلبس ألوان أورانج يلو، ألوان فاقعة كده، فحسيت إنها جداً انبسطت. ده شوية يعني ريحني شوية. حبيت الستايل، ستايل جديد هيك، لوكات جديدة، أول مرة أخوضها، أول مرة أجرب هالتجارب هذه. يعني ستايلست استخدموا ذوقهم وفنهم لابتكار إطلالات جديدة. غيرت شكلها، غيرت ستايلها، غيرت حتى طريقة الحجاب حقها والألوان، كل شيء تغير. نفسيتي تغيرت للأحسن، يعني بلحظة ما طلعت من الستار ومشيت قدامهم حسيت بثقة عالية، حسيت إنه أوكي شيء جديد بس طلعني أحلى. وباقي على البنات يقرروا كسر حاجز الخوف في حياتهم. أنا كنت خايفة يتفاجئوا لجنة التحكيم لما يشوفوا اللوك جريء، كان فيه أكثر من ماتيريال داخله كلها مع بعض، فهو يا حيعجبهم إكستريملي يا ما حيعجبهم أبداً. ما توقعت تطلع هذا هو اللوك النهائي، وما توقعت إنه هذا الستايل يعجبني لأنه أنا أبداً مو هذا الستايل. وباقي كمان نكتشف من هي ستايلست اللي تستاهل الفوز.